送咱俩还去佛罗。لازم تستغل كل دقيقة من وقتك هناك. حاضر. اوعى تنسى مصر. دي معقولة؟ هتوحشني. هتوحشيني أكتر. هبقى تايه من غيرك. اوعى تتشقى هناك. لازم تكتب لي عن كل حاجة بتعملها في كوابتك. طبعا. هكتب لك كل يوم. أول مرة أشعر بإني افتقدت إنسان أحبه بحق. بعادك عني خلاني أحاول أحلل وجودك بالنسبة لي. اكتشفت إن أنا بحب فيك عصامية والدي، وإني بعوض معاك مشاعر الأمومة اللي أنا اتحرمت منها. ماجد، انتهز فرصة سفرك وحاول تطلع على كل شيء. الدكتور الناجح مش اللي يتخرج بتفوقه بس، إنما الاطلاع هو اللي يخليه ناجح باستمرار. وأنا عايزاك تكون أحسن دكتور في مصر. حبيبتي سعاد، وحشتيني جدا جدا. يا ترى بتعملي إيه دلوقتي؟ ممكن تكوني بتفكري فيا، ولا المدة اللي فاتت خليتك تنسيني؟ أنا دايما بفكر فيكي باستمرار، وزي ما قلتلك بحس إني من غيرك تايه وضايع. لكن أقولك الحقيقة، بعدي عنك خلى الشك يسيطر على تفكيري. أنا خايف يكون ليكي أصدقاء غيري كانوا يعرفوكي قبل ما أعرفك، وفضلوا يعرفوكي بعد ما عرفتك، وخايف أكتر تكوني بتقابليهم في الشقة. سعاد، ما تزعليش مني، يمكن الغربة اللي أنا فيها هي اللي بتخليني أسرح في أفكار سخيفة، لكن أنت طلبت مني أكتبلك على كل حاجة بحسها.